استمراراً في المحاولة لوقف العنف ضد المرأة والفتاة بأشكاله المختلفة، جاء هذا المؤتمر الذي يناقش كيفية توفير حق المرأة والفتاة داخل الأسرة والمجتمع. إذا صلحت بنية الأسرة نفسها من بداية الخطوبة إلى الزواج واستمراره، أو حتى لو حصل انفصال بشكل راقي وبشكل محترم، أظن أنه هيأثر طبعاً على مسألة العنف الأسري بشكل عام، إذا كان موجه للأم أو الزوجة أو موجه للطفل أو حتى موجه للزوج، ما هو الزوج برضو بيتعرض لعنف لا شك. عرض المؤتمر أطروحات لقوانين تساعد على وقف أنواع العنف المعرضة لها الفتيات والنساء، كالزواج المبكر وختان الإناث والعنف الإلكتروني الذي ظهر مؤخرا. مؤسسة قضايا المرأة المصرية مهتمة بملفات كثيرة جدا، من ضمنها الأحوال الشخصية وكمان ملف مناهضة العنف ضد النساء. ومن أهم أشكال العنف ضد النساء اللي المؤسسة بتشتغل على توعية المجتمع لمناهضتها هي ختان الإناث وتزويج الطفلات والزواج المبكر والإتجار بالنساء، وأشكال كبيرة جدا وكثيرة جدا، ومن أهمها كمان يمكن اللي انتشر في الفترة الأخيرة الابتزاز الإلكتروني اللي موجود بكثرة دلوقتي، ويمكن إحنا سمعنا كثير حالات تعرضت للابتزاز الإلكتروني وبنات كتير تم انتحروا أو تم توبيخهم من خلال أهلهم عشان يعني اتعرضوا لجرائم الابتزاز الإلكتروني. خلال المؤتمر تم مناقشة القوانين المقدمة للمساعدة في إعطاء المرأة حقوقها بالكامل ووقف العنف التي تتعرض له سواء على المستوى الأسري أو الاجتماعي، إضافة إلى عرضها على البرلمان المصري لتوثيق هذه القوانين. جاء هذا المؤتمر محاولاً وضع قوانين جديدة تعمل على وقف العنف بأشكاله كافة ضد المرأة والفتاة داخل الأسرة والمجتمع. مريم سعيد، اليوم، القاهرة.